السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهارده هنتكلم عن الأدوية، مش كل دواء واستخدامه، لا، أنا منزل فيديو بأهم الأدوية قبل كده في القناة، ولكن فيديو النهارده عن الاستخدام الخاطئ للأدوية بتسبب إيه؟ المشاكل اللي بتحصل بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوية. طبعا كل دواء مكتوب عليه فترة سحب، كل دواء مكتوب عليه فترة سحب. قبل ما نتكلم عن الاستخدام الخاطئ ومشاكله على الإنسان وعلى الحيوان، لازم تعرف أول حاجة أن أنا مش دكتور بيطري ولا مهندس زراعي، أنا مهندس ميكانيكا باور، وبعيد الكلام ده مليون مرة، ولكن دي الكلام اللي بقول لك كله من واقع خبرة عملية من ناحية الأدوية واستخداماتها. أما فيديو النهاردة دي معلومات عامة المفروض كل واحد يكون عنده علم بيها. أنت طالما عندك غنم وبتشتري أدوية وبتحقن الغنم، يبقى لازم يكون عندك خلفية الاستخدام الخاطئ للأدوية بيعمل إيه، إيه المشاكل اللي بتحصل على الإنسان وإيه المشاكل اللي بتحصل على الحيوان اللي انت بتحقنه، اللي بتحقنه بالغلط. دي كلها تعتبر معلومات عامة. طالما انت عندك كده، عندك غنم وعندك بتستخدم ادوية، المفروض تكون المعلومات دي على دراية بها. انا النهاردة الفيديو ده بعرفك ايه المشاكل اللي بتحصل من الاستخدام الخاطئ الادوية. رقم واحد، انت عارف اي دواء مكتوب عليه فترة سحب. فترة السحب هي عبارة عن الفترة اللي خلال الفترة دي خلالها الجسم بيتخلص من الدواء من الجسم بالكامل. يعني انت لو حقنت مثلا الاوكسي طويل المفعول، اوكسي تتراسيكلين، فترة السحب عليه تقريبا بتكون حوالي 30 يوم. مكتوب لك فترة السحب 30 يوم، يعني بمجرد ما بتحقن الخروف الاوكسي تتراسيكلين، اوكسي طويل المفعول اللي هو 20%، بيفضل في جسمه 30 يوم. 30 يوم بيفضل المادة الفعالة للدواء موجودة داخل الجسم، والجسم بيتخلص منها عن طريق الكبد وعن طريق الكلى، مع الوقت بتروح خلال 30 يوم. يعني خلال الفترة دي لا يجوز ذبح الذبيحة، لا يجوز ذبحها. ليه؟ طبعا هتلاقي كلام كتير بيقول لك هيسبب فشل كلوي للإنسان وهيسبب فشل كبدي، الكبد هتتدمر. أنا بقول لك الكلام ده كله كلام غلط، مش هيسبب أي مشاكل للإنسان. مادة الأوكسي على سبيل المثال طبعا حوالي 70% من المنضادات الحيوية المستخدمة بيطريا نفسها موجودة بشري، نفس المنضادات الحيوية البيطرية البشرية البيطرية تقريبا نفس المادة الفعالة موجودة بشري، زي البنسلين موجود بشري وبيطري، الأوكسي طويل المفعول ده بشري وبيطري، الجنتامايسين نفسه، التيلوزين، إريثروميسين، سوفيتاكس، كلها أدوية بيطرية وموجودة بشرية، ستريبتومايسين موجود بشري وبيطري، أموكسيسيلين موجود بشري وبيطري، أدوية كتير موجودة بشري وبيطري. أمال إيه المشكلة؟ مش المشكلة ان هو يسبب فشل كلوي وفشل كبدي والكلام الفاضي ده في بعض الادوية، مش يعني حتى نقول لك انا عاوز اعمل لك اقول لك في كل الادوية كلام فاضي يقول لك سبب فشل كلوي وفشل كبدي. المشكلة اكبر من كده، بس الناس مش واخدة بالها منها. اللي بيسبب فشل كلوي وفشل كبدي ده على مستوى الشخص اللي اكل، لو نفرض ان الكلام ده صحيح، على مستوى الشخص اللي اكل من اللحم اللي فيها المتبقيات من المضاد الحيوي. يعني على مستوى فردي، ايه الخروف كان له 10 انفار 20 نفر 30 نفر، ال 20 30 نفر لا يصابوا، لكن المشكله اكبر من كده، المشكله اكبر من كده، وهتعرفها دلوقتي معايا واحده واحده. الخروف بعد ما ياكل، عشان ابسطها لك واوضح لك كمان الامور، الخروف مثلا خد 5 سم وزنه 50 كيلو، خد 5 سم اوكسي طويل المفعول، في خلال ساعه زمن بينتشر في جسمه كله، الدواء انتشر في الجسم كله. الخروف 50 كيلو، يعني فيه 25 كيلو لحم. مين اللي هيعرف ياكل 25 كيلو لحم؟ محدش ياكل 25 كيلو لحم لوحده. شوف انت كام واحد هياكل الخروف، لو كل واحد خد له ربع كيلو منه الخروف هيكفي 100 نفر،
100 نفر هياكلوا. تخيلت الخمسة سنتي اتقسمت على 100 نفر غير الجزء اللي طلعوا الجسم كمان من خلال الكلية والكبد، يعني الجرعة هتكون بسيطة جدا جدا، مفيش ما تأثرش. انت الاوكسي موجود في الصيدلات البشرية، في منه برشام وفي منه شرب وفي منه حقن في الصيدلات البشري، بتاخد انت جرعة زي الجرعة دي او اكبر كمان، بتاخد الامبول 3 سنتي 5 سنتي، بتاخد في الدواء الشرب، بتاخد الجرعة لوحدك مفيش منه مشكلة، ما بيسببلكش الوفاة، وممكن تاخد جرعة مضاعفة ما بيسببلكش المشاكل الموت ولا فشل كلوي ولا الكلام ده. الجرعة الكبيرة الفترات الطويلة بالنسبة لو انك تشربوا الدواء مباشرة، جرعة زيادة عن اللزوم والفترة، مش جرعة زيادة عن اللزوم ويوم واحد، لا مش هتسبب لك فشل كلوي برضك. تخيل انت اللي وصل لك ايه من الخمسة سنتي اللي اخده من الخروف؟ ولا حاجة. هي الولا حاجة دي بقى هي المشكلة، اللي انت لما تاكل اللحمة يتم استخدام اللحوم وفيها فترة السحب، فيها فترة السحب لسه الادوية ما خلص، الدواء لسه ما طلعش، في نسبة بسيطة جدا. النسبة البسيطة دي ايه المشكلة؟ ان المادة الفعالة موجودة، مثلا احنا اخدنا كمثال، طبعا قيس عليها جميع الادوية، احنا اخدنا كمثال الاوكسي، الاوكسي طويل المفعول، خد الدواء المتبقيات اللي انت اكلت اللحمة اللي اكلتها وفيها متبقيات من المضاد الحيوي، وانت مصاب مثلا بميكروب او مصاب بمرض بيقضي عليه الاوكسي، الاوكسي ده بيقضي على الميكروب، فبالتالي الكمية اللي انت اخدتها من اللحم اللي فيها متبقيات، الكمية اللي دخلت جسمك الميكروب اتنبه ليها، هي مش كمية كافية خالص انها تموت الميكروب، كمية ضعيفة جدا جدا. الميكروب بيتنبه للكمية دي، بيتنبه للمادة دي، المادة الفعالة، وياخد مناعة ضدها، وهو ده هي دي المشكلة الكبيرة خالص، ان الميكروب ياخد مناعة. بمعنى انت طبعا اي تلقيح سواء للبني ادمين سواء للحيوانات عبارة عن ايه؟ عبارة عن اما ميكروب المرض ميت او ضعيف، ضعيف يعني حي بس ضعيف، اول ما بيتحين في الجسم التطعيمات اللي احنا بناخدوها البني ادمين، اول ما تحس يتحين في الجسم المناعة بتتنبه ليه، وبما انه ميكروب ضعيف بتقدر تموته وتكون ضده مناعة، وتكون ضده مناعة، زي شلل الاطفال اللي بيطعموه الاطفال الصغيرين، بيكون عشان هو عبارة عن ميكروب المرض ميت، مش هندخل في تفاصيل هو ميت او ضعيف، لكن هو عموما اللقاح عموما بيكون كده، ميكروب اما ميت او ضعيف او السموم بتاعته بس ضعيفة طبعا مش بنفس الكمية اللي بينتجها الميكروب الحي، بيتنبئ لها الجسم بيعمل ضدها مناعة، يبقى كده المناعة عملت. هو ده كذلك اللي بيحصل من المتبقيات، المتبقيات اللي بتتبقى في اللحم ويأكلها جسم الإنسان، ولو هو عنده الميكروب ده يعني مريض بالمرض ده، المرض اللي هو بالأوكسي بيأثر فيه، ولكن انت اديتهوله بجرعة ضعيفة جدا جدا تحسس ليه أخد مناعة، جيت انت رحت للدكتور تتعالج كتب لك الأوكسي، جيت تاخده سواء شرب سواء حق أو برشام، مش جايب نتيجة. ليه مش جايب نتيجة؟ الميكروب أخد مناعة ضد المضاد الحيوي ده، بيتم في اللحظة دي تغيير المضاد الحيوي. تخيل بقى انت استخدام الخاطئ للأدوية، اني قيس عليها الأوكسي، البنسلين، الجنتا، التيلوزين، جميع المضادات الحيوية حصل فيها كده. أسوأ حاجة لو مريض بمرض معين أخذوا منه عينة وعملوا مزرعة عشان يعملوا له اختبار حساسية، اختبار حساسية معناها بتعمل مزرعة من ميكروب المرض وبتقسمها مثلا 5 أجزاء 10 15 على حسب عدد المضادات الحيوية اللي انت هتستخدمها، بتعمل له اختبار حساسية، يعني بتشوف بتحط المضاد الحيوي في المزرعة بتاعت الميكروب وتشوف في خلال 2 أو 3 فين المضاد الحيوي اللي قضى على المزرعة بتاعت الميكروب. أسوأ حاجة طبعا ان انت تروح تعمل ده، اسمه اختبار حساسية. أسوأ حاجة ان انت تروح تعمل اختبار حساسية وتلاقي النتيجة كلها سلبية، بمعنى مجرب 10 مضادات حيوية 20 مضاد حيوي على الميكروب، مفيش ولا مضاد حيوي قضى على الميكروب، هي هنا المشكلة الكبيرة. وهو ده علم بالنسبة للميكروبات والفيروسات اللي بيقوم عليه، انهم على طول بيدوروا على مادة جديدة، الميكروب اخد مناعة ضد العلاج ده، فبالتالي بنروح نطلعوله مضاد حيوي جديد يكون ما اخدش مناعة ضده،
وبالتالي استخدام الخاطئ نفس النظام لي بيسبب ان الميكروب بياخد مناعة ويرجعوا يصنعوا ادوية جديدة. المشكلة ان في ادوية طبعا في امراض معينة انا مش دكتور مش عارفة بالضبط الادوية اللي بتأثر فيها ادوية معدودة معدودة، زائد ان في امراض ما بيأثرش فيها اي علاج بسبب ان الميكروب واخد مناعة ضد جميع المضادات الحيوية. على العموم دي كده وصلت لكم، حاولت اوصل لكم الطريقة المعلومة بصورة مبسطة قدر المستطاع، ان الاستخدام الخاطئ للميكروب ده قلنا تأثيره على الحيوان على الانسان اللي هو بيستخدم اللحم اللي فيه نسبة متبقيات من المضاد الحيوي اللي انت حقنته اللي هو انت ذبحته قبل فترة السحب. امال ايه تأثيره على الاستخدام الخاطئ، ايه تأثيره على الحيوان بقى؟ تأثيره على الحيوان ان انت لو استخدمت مضاد حيوي مضادات حيوية عمال على بطال محتاج وغير محتاج وبجرعات اقل، جرعة اقل من انها تقضي على الميكروب، فالجرعة جات له ضعيفة، يعني انت بتستخدم جرعة ضعيفة انت مش عارف ان الجرعة عاوز جرعة مفروض مثلا بقدر ازرع اسم الدواء، مفروض دواء بيتاخد مثلا سنتي لكل 10 كيلو، خروف عندك 50 كيلو، رحت انت بتديله 2 سنتي بتديله 1 سنتي، طبعا الكمية قليلة جدا انها تقضي على الميكروب، ولكن في نفس الوقت الميكروب ممكن يتحسس منها وياخد منها مناعة تيجي تستخدم الجرعة المظبوطة. بعد ما تعرف الجرعة المظبوطة تيجي تستخدم الجرعة المظبوطة تلاقي الميكروب برضك مش جايب معك نتيجة، تضطر تغير المضاد الحيوي. وطبعا على الحال ده لو استمرت مع جميع المضادات الحيوية هتلاقي الميكروب عندك بيجيلك مرض، صاحبك جنبك في مزرعة تانية بيستخدم دواء بالجرعة المظبوطة بيستخدم مثلا 3 سنتي 4 بيستخدم مثلا سنتي المضاد الحيوي مثلا 5 سنتي ل 50 كيلو، استخدم ال 5 سنتي بيجيب نتيجة، تيجي عندك انت تحقن نفس المضاد الحيوي نفس الأعراض عندك تحقن ال 5 سنتي ما بيجيبش نتيجة، لأن الميكروب عندك أخذ مناعة بسبب استخدامك الخاطئ للأدوية. إن شاء الله تكون وصلت المعلومة. الاستخدام الخاطئ في النهاية طبعا أي أدوية حاول قدر المستطاع، أنا عن نفسي الأدوية شبه ما بستخدمهاش إلا للضرورة فقط لا غير، حالة مرضية تستدعي العلاج ضروري بنحفي، حالة بتستدعي إن انتشر المرض في القطيع كله بتضطر تحقن القطيع كله، غير كده مفيش استخدام دواء عمال على بطال. حاول تستخدم الأدوية قدر المستطاع على حسب الحالة وعلى حسب الحاجة، وما تتبعش أي لحم إلا لما تخلص فترة السحب بتاعت الدواء اللي انت استخدمته. وفي النهاية طبعا ما تنساش لو عجب الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.